تابعناها في بدايتها، حبيناها في كل ما قدمته، شخصية ممتازة. سعد جدا باستقبال فنانة تونسية بمواصفات نجمة عربية، جيب حدنا الفنانة المتميزة أماني سويسي. مرحبا أماني. وينك الغيبة؟ هاني عايشكم. وينك الغيبة؟ زينكم عليكم. الغيبة هذه ديما بعدها حاجة حلوة برشا، هذه زعيم. دونك حاضرة بجديد. بيان سور. خلينا نبداو الحوار بتاعنا مختلف شوية على العادة. إجا معايا. يلا. نعملوا بورتري شينوا. أوكي. فوالا. لو كنت رائحة. الياسمين ولا الفل خاطر مربوط بتونس. لو كنت معدن. نحب نكون قوية لغة بتاتر الفير فورجي. لو كنت آلة موسيقية. نحب الجيتار حنينة. لو كنت فنانة من فنانات زمن الأبيض والأسود. إسمهان. لو كنت وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. منش برشا ميك تعرف، أما إنستغرام. لو كنت أكلة. كسكسي. لو كنت حيوان. نحب الغزال برشا. لو كنت أغنية. ليالي الأنس فيينا. لو كنت نبات. شجرة الزيتون. لو كنت مقولة. عز نفسك تصيبها. لو كنت إحساس. الحنية تسامح بتاتر. لو كنت شخصية تاريخية. إلي سارة ليسا. لو كنت فصل من فصول السنة. ربيع، نحبه خاطر تولد فيه ونحبه. أماني سويسي خلنا نرحبوا بك وفي أما إلي سارة. إلي سارة شخصية أسطورية. أي صحيح. حيث ومستقرة حاليا في مصر. مستقرة في مصر. علاش؟ بحكم انه بنتي بوها مصري، سي نورمالي انا نكون متواجده على خاطر بنتي لمصلحتها اول حاجه. نحب بنتي تتربى قريبه من بوها حتى لو كان في حاله ديفورس، هذه اول الاهم بالنسبه لي. ثم الاعمال الفنيه والموسيقى والتسجيلات اللي قاعده يعني، لكن انا ديما بين تونس ومصر يعني. كانه مصر فكتك اكثر شويه. شويه وليت شو ولا السفر اصعب شويه بالنسبه لي من قبل. يعني قبل كنت أسهل خاطر وحدي، وتو وليت نخمم في بنتي ما نتعبهاش برشا، ماما معايا ربي طول عمرها. قالوا قللت شوية السفر. فما خدمة معناتها في مصر؟ أي لا فما. يعني رأس العام خدمت ثلاثة حفلات بعد رأس العام، مش في رأس العام، خاطر في رأس العام كان أصلا فما بين الأخذ والرد أنه يخدموا ولا لا، وفي آخر لحظة قروا. وانا ما نحبش خدمه نتاع بعد نهارين. الو اماني سيي سي كونفيرمي. الو خديت حفلات لو 3 و لو يا ربي خليني نتذكر 3 و 7 7 و 9. اماني اليوم المستقبل يبدو انه بالنسبه للحفلات السعوديه مش غريب، وانت بديت حتى في التقديم قلت نجمه تونسيه لكن بمواصفات عربيه. انك ما دخلتش الى السعوديه الى حد الان بالشكل اللي يليق بصوتك بقدراتك باسمك شوف انا دخلت السعوديه في وقت اللي ما كان حد في السعوديه موجود، وغنيت قدام الملك عبد الله اللي وقتها كنت ثاني صوت نسائي بعد نوال الكويتيه يغني في مهرجان جنادريه، وقت اللي ما كانش اصلا ثم مهرجانات واحتفالات وما كانش ثم تواجد للمراه على المسرح. لكن حاليا فما خطط ان شاء الله قريب، لكن ما زلت ما مضيتش يعني. ما نجمش نعلن على حاجه انا ما يعني ما مش 100%. مشيت برامج تلفزيون، مشيت للتلفزيون السعودي في حلقه، مشيت لطارق شو زاده في تلفزيون خاص، مشيت برشا برامج. هذا ما هو البرامج التلفزيونيه تمهد تمهد وانا نشوفك انا كي يتعاملوا حفلات مثلا كتكريمات اللي قاعده تصير، نشوف اماني يعني نشوف نقول اماني بلاصتها هنا. الجمهور الخليجي يقبلك، حشمتك محببه عند الجمهور السعودي، صوتك احساسك الناس تعرفك خاصه انك يعني حتى في مصر كي نعمل حفلات نلقى اغلب الناس اللي يحضروا لي سعوديين. ومنافسك المباشر كان هشام اللي هو سعودي، معناتها هشام واماني تعرفوا حتى السعوديين يقولوا انه حتى هو ولد بلادنا. اما صوتنا الاماني حبينا اماني زاده، وصوتنا للهشام، صوتنا للاثنين يعني. صحيح صحيح نسمعها برشا غادي ان شاء الله يعني. بون فما اكيد
برشا عوامل أخرى اللي هي إدارة أعمال اللي أنا مزلت لغاية الآن ما يعني ما مضيتش رسميا مع حد، لكن ثم بوادر متاع أني نكون من ضمن شركة كبيرة إن شاء الله رب العالمين، ديجا باش نبدأ في إنتاج معهم وباش نمضي معهم حفلات، الحفلات هذيك تولي تسويق وترويج أكثر لها في السعودية الاسم يعني. إن شاء الله صوتك الطربي أماني تراها اليوم نقطة قوة ولا نقطة ضعف في عصر أنه الأغنية الخفيفة وليت عندها نصيب الأسد؟ عمره ما ينجم يكون نقطة ضعف هذه، على خاطر الصوت الطربي هو اللي أدي كل شيء. معناتها أنا غنيت فوبيا درنيير مو أغنية، معناتها نجم تغنيها هيفا، مع طبعا مع احترامي لهيفا يعني، قصدي أنه كمساحة صوت، لكن بطريقتي فهمت. عمره ما يكون يعني الصوت الطربي هو الفنان الحقيقي، هو اللي يغني الأجيال الكل، اللي يغني للي في عمره اللي أصغر ويحبوه، يحاول أنه يخلي الجمهور الكل يحبه، الناس الكل تحبه. فأنا لا معروفة بأني نوع أيما أماني ديما الكلاسيكية ديما هذيك الداخل فيا، بالرغم لينا في الحياة مجنونة برشا هادي راني، أنا ياسر أكتيف وياسر نحب الحياة ونحب الجو ونحب، لكن في الأغاني ديما تلقاني نميل للطربيات، تلقاني كي نغني أغنية طربية نحسها من قلب قلبي نعطيها، عرفت؟ خاطر جوي جو صوتي راه. علما وأنه أولى أغانيك ونجاحاتك اللي شايف نفسه، اللي شايف نفسه اللي هي سريعة ومقربعة شوية. أين معروت أنا في اللي شايف نفسه؟ نبكي وقت اللي قالوا لي هيك أول غنية باش تغنيها، راه نبكي راني ما فهمتش الغنية هيك وما قبلتهاش وما استوعبتهاش كيفاش أنا أول عمل لي باش يهبط في تاريخي الفني أغنية سريعة. معناتها كان بالنسبة لي تقبل متاعي للفكرة صعيب برشا، كنت حابة أنه نبدأ بوين، ما تخبر حدا الحاجات هذوكم فهمت، وحشتك. لقيت روحي لا، قالوا لي شوف امشي في 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 تفكيرنا احنا كشركة وشوف شنو باش تلقى، ولقيت بالحق وليت باسبور لي في العالم العربي الكل فهمت. أنا وين ما تسمي وين إلا ما نحب إلا ما نحب نجرب صوتك معاه بيه يا قاسي وين اشتعطينا 2024 تراها بصوتك بالنضج متاع صوتك بال وين رايح وين في قلبين حب ضاع عين بدك عين خد اتنين بس رجع وين رايح وين في قلبين حب ضاع بدك عين خد اتنين بس رجع. فما غنيات فما غنيات ما تموتش. والالبوم هذاك كان حديقه مزدهره بالهيتات، معناتها صعيب اليوم اماني باش نلقى البوم كيما هكاك توا 2014. شو ماهوش صعيب، اما هي برشا حاجات ساهمت في انه يكون هكا. اول حاجه اللي انا ما زلت خارجه من برنامج عنده يعني انتشار مهول في العالم العربي كله حتى في العالم، معناتها الناس كل كانت تستنى في انتاج اماني، هذيك حاجه اساسيه. ثاني حاجه اللي انا كنت مع شركه يعني بروفيسيونيل باتم معنى الكلمه، يعني ناس متمرسين في المهنه وعارفين شنو يعملوا، ألوغ عارفين كيفاش يخطوا للألبوم في الاختيارات طبعا معايا وفي الترويج ليه زادة كيف كيف. قبل كانت الطريقة المتعارف عليها عملت فنانة ألبوم مزيان هبطت سيدي هبط للسوق توزع سمعوا كليب ولا اثنين الناس شريت السيدي نجح، تو ولا حاجات أخرى ولا الانترنت ولا السوشيال ميديا ولا يزمك تكون أكتيف برشا. لليوم وين ولا اللي شايف نفسه نشوفهم على تيك توك؟ صحيح لا نشوفهم نشوفهم لكن أنا هي اللي مقلة مش غنية ما أنت يعني مالوغوزمون. أنت اخترتهم لغني هذمك ولا هم اختاروهم لك؟ ما بعض أنا لا وين هذيك حب شنو نقول لك حب عمري هذيك وين سمعتها من الملحن ديريكتومون، مشيت انا ومحمود موسى من الشركه وقعدنا سمعنا الوغ لا بكيت يعني ما نجمتش وقت اللي غنيتها ما نجمتش نغنيها نبكي. هذه الشراره يقول لي امين شنو هو صوتك ولا من هنا تلمون الاغنيه حسيتها وحبيتها. ليه وين قصه عشق هذيك؟ ان شاء الله نلقاو اغاني في المستوى هذايا نتاع الاغاني هذه واماني عندها ما تقول. ما نجموش نبقاو ما نسمعوا صوتك في حاجة طربية ممتازة، اخترت تكرم ذكرى بصوتك شرف كل لي. اللي لمون يلموه صحيح. الأغنية المميزة للفنانة القديرة ذكرى محمد بصوت أماني سويسي.
حماني السويسي. اللعبة هذه رتب الأولوية، يلزمك ترتب، يلزمك ترتب، يلزم يلزم. باهي نبدأ بالسؤال الأول، اختيار الأولوية. مشارك في برنامج The Voice، إكس فاكتور، ستار أكاديمي، أرب جوت ستارت. توا أماني السويسي عمرها 19 سنة، هاي تحلوا أربع كاستينجات، الأربع برامج The Voice. بربي الدور لأنه أستاذ سا ديبون وقتها شكون باش يكون. ما يتبدلوا. ناخذ لجنه، خلينا ناخذ اللجنه الاولى، كاظم، صابر، عاصي، وشيرين. علاش تحرش فيها؟ ما نعرفش كلهم. كلهم فنانين كبار. نعرف اي بطبيعه. ما بين كاظم وصابر، شيرين شيرين وعاصي بعيد على ستيلي. اي هيك هيك ستيلي. أي. يعني انا نحكي على اماني كصوت، راه مش تقييم ليهم هما. لا لا لا، هذيك حاجه مفروغ منها. انت شكون لا هو كأنك شكون ينجم يخدمني ويوصل صوتي بالنسبه لستيلي؟ انا نحس كاظم وصابر الزوز. واحد منهم لازمك اللي واحد الاول فيهم اللي كاظم الاول. الاول اللي يدور لك، الاول اللي يدور لي منهم الزوز. اجابه ذكيه. فويس الاولى، بعد الثاني ستار اكاديمي. ستار اكاديمي اثنين، Arab Got Talent، X Factor. واضح. بعد 18 عام تقابلت ولد؟ لا، عملنا لما محليها في السعودية. هذه هي اللمة؟ هاي محليها، محليها كانت بغي مو كل حلمة محليها. الشيء كواليس اللمة هذه؟ ما نحكي لكش كواليس، ضحك ولعب ودانس وجو وذكريات. ولا لا، كان محليه الجو، محليه محليه محليه، يعني من أحلى الحلقات اللي عملتها. يقال في الكواليس إنه أماني السويسي على خلاف مع أحمد الشريف. أنا وأحمد آخر زوز في الدنيا تنجم تقول إحنا النجم نكونوا على خلاف أصلاً، بالعكس. وإنه لهنا صارت صلحة بالتصويرة هذه، صارت صلحة. تصدق وراس بنتي، عمري ما صار خلاف بيني وبين أحمد، جامي ومستحيل، وما عندي خلاف مع حد تحت فيهم الكل. مش غريب. ما نكذبش، محمد عطية أول مرة نقابله، ما نعرفوش يعني، ما نعرفوش اون بيرسون يعني، ما تقابلناش في حاجات يعني حكينا والكل، اما باش نحكي على الناس اللي هما اصحابي عمري ما مش غريب. ما عنديش مشاكل معهم من برا من الاكاديميه يعني. مش غريب، انت واحمد ولد نفس البرنامج، ولد نفس المدينه، ولا مره جمعكم ديو؟ والله شوف انا جو في بيان، راه نتمنى وقلت له احمد اليزي، اما احمد شويه يعني نلوم عليه حتى توا في الملا كما يقولوا، كسول شويه يقول يلا يفرحنا ويخليني طايره، وجاي لمصر وسمعنا اغاني والكل وتقابلنا وبعتي يعمل خطوه التالي، فهمتني؟ نحبه، هذه ميساج ديريكت مني الخويا وصديقي والانسان اللي نحبه برشا، والفنان اللي انا نعترف اللي هو كسر الدنيا ما شاء الله، معناتها هو في بدايته اكثر حد فينا نجح ويستاهل فعلا النجاح والاستمرار، خاطره فنان وصوت متميز ويلزمه بالحق يرجع لنا خاطر توحشناه الكلنا. سلمى الغزالي بعدت، حمد عطيه بعد، هشام زاد كيف تلهيب تقديم البرامج. كانوا فما لعنة على نجوم ستار أكاديمي. ستار أكاديمي دو ما واصلوش بالحق، ما لا فما راهو، فما اللي كملوا ما شاء الله، فما اللي نجحوا. كل لمعة ما فماش. شوف هادي باش نبداو واضحين، امبوسيبل القوة متاع القناة في الوقت هذاك والمتابعة باش يكمل أي حد مهما نجح بنفس المستوى مبدئيا، حتى لو كان انا نجحت بوين وكان البومي ثاني في المبيعات بعد عبد الله رويشد في احصائيه روتانا في العالم العربي وعملت سكسي غير طبيعي، ومع هذا ثم نزله، ثم هبوط على المستوى، خطر غادي انت الناس كانت تتابعك بشكل يومي بشكل كل دقيقه كل درجه. استوعبت النزله هذه نفسيا؟ انا من الاول الحمد لله، الحمد لله اللي انا كنت ذكيه في البوان هذه، اللي أنا أقنعت نفسي لهذه كلها شهرة زائفة لو كان أنا ما قدرتش اللي أنا نثبت بأعمالي اللي أنا قادرة نواصل، فتحديت روحي وما يعني ما غرتنيش الحمد لله، الحمد لله. وصلت تقول مانيش فاهمة شنو هذا ليه؟ وصلت من لو النهار دخلت بعضي أنا في اللو، أنا عندي أربع أيام في حياتي لتو لو كانت تسألني عليهم أمي تذكرني فيهم تقول لي جيك فلان ولا جيك فلان ولا شنو اللي صار، أنا عندي أربع أيام عديتهم في تونس بعد ما رجعت، والله يا هادي أقسم بالله نؤمن توا باش معناتها صدمة. الصدمة اللي خلتني نشوف كمية الناس والمحبة ومن الاستقبال من المطار بالآلاف في صفاقس، راهي كومبليتمون تسكرت، راهي أنا جاء أمري قاسي اللي أنا ما نمشيش لصفاقس، قعدت في المهدية فترة وبعد مشيت باش الناس قلت يعني الأماني، أنا كأماني يعني باش ما يصيرش حاجة، ومع هذا صار دبش يتقطعوا، هيدي راهو أنا داخلة دبش يتقطعوا، الشرطة محاوطيني وقطعوا لي دبشي، جين تصور تجين معناتها
الوغ باللي يكون راهو باللي يكون باللي يكون باللي يكون امبوسيبل باش نجم تكمل في نفس المحبه وكل الغرام وهيك العشق اللي كان متابعينا بشكل غير طبيعي. اقنعت روحي بهذا، لكن هيك الاربع ايام فعلا تعداوا لي غيبوبه ما مستوعبه فيها شيء، ما متذكره منها شيء، ما تذكرني باللي ديتاي، تقول لي جيك فلان ولا جيك كذا ولا مشينا لكذا كهو. غلط في روحك كتقول انا ما صرتش انا النجمه الكبيره للحظه صغيره في العمر. استنى، هذيك هي النقطه اللي باش نقول لك، ما فماش حد فينا من نجوم ستار اكاديمي ما جاتوش لحظه مش غرور، لكن تخيل اللي هو سيوصل. انا نقول لك كلنا راهو، الكلنا كل حد روح بلاده وشو شايف المحبه والشيء المهول يعني اللي فريمون كنا ما كناش نتوقعوه. فما لحظه يعني مش لحظه، فما وقت عدى علينا اللي احنا او سي نجم. ما انت ماكش نجم، ما تولي نجم كان باعمالك، تولي نجم كان كي تثبت اللي انت كفء للبلاصه هذيك وتستاهلها المحبه هيك. السؤال الموالي، الاكثر نجاحا ونشاطا، عطيتك فنانات توانسه الكل متخرجين من برامج مواهب عربيه بالاساس، شيرين الراجمي عرب ايدول وميمة طالب ستار اكاديمي. انت حطيت زوز حاجات راهم استنى الساعه، نجاحا ونشاطا. لا، ثم ناس اكثر نشاطا، ثم ناس اكثر نجاحا، انت جمعتهم بعضهم هذيره. بتحب نرتبهم بالنجاح هكا هكا هذي توحل فيا. امين السويسي، يسرى محنوش، الاكثر نجاحا. اكثر نجاحا، نجاحا عربيا. اكدوا على عربيا. عربيا عربيا طبعا. وميمة في السعوديه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وانا فيغ بيها وفرحانه لها برشا، ونتمنى وهذه بالحق زاد ميساج اخرى انه هي تركز شويه على العالم العربي وتحاول اللي هي حتى تونس، خاطر نحبوا نشوفوها في المهرجانات لهنا، نحبوا نشوفوها قرطاج، خاطر هي تستاهل صوت انجازات واسم خذي بلاصه كبيره ومكانه كبيره في الخليج، نحب نشوف هذه لهنا. وميمة اكثر نجاحا في الخليج ما نجمش نحدد. اوكي، شيرين ما شاء الله عليها في تونس يعني مكسره الدنيا لهنا، صوت واحساس وتعجبني برشا ونسمعها وذكيه برشا في اختياراتها، لكن مركزه اكثر مغرب عربي. يسرى واماني ما نجمش نحطهم يعني، خاطر احنا نفس التركيز، احنا زوز نركزوا على العالم العربي وزوز الحمد لله اصوات ما نعرفش، ما نجمش نحط ترتيب بالضبط. لا، لو الاكثر نشاطا، لو نرتب بالنشاط. أماني. اماني اذا انا ويسرى، انت ويسرى الاكثر نشاطا. اذا انا ويسرى، انا اكثر منها بشويه نشاطا، يسرى تنشط في 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 الصيف اكثر، تركز على الانتاجات، ويسرى الصوت نعشقه يعني، صوت من الاصوات اللي انا بالحق ما نملش انا توجيه نسمع فيها راني يسرى. ما نملش على اغنيتها الجديده مع سعد المجرد زاد كيف يسرى، تفاجات ومفاجاه جميله. ويسرى لو كانت انا تو قلت راني وين جايه والله العظيم هذه كواليس، قلت يسرى لو كانت غني ديكي ديكي انت صديقي تطلع طربيه ومزيانه منها. ليه علاش يسرى؟ وي علاش يسرى؟ ليه والله العظيم علاش يسرى؟ ليه ما تقوليش باش نغنيها؟ والله اللي ما تغنيها. لا والله اللي ما تغنيها يا ولدي حصل نفس راح نحصل روحي. خالد خالد اعطينا حاجه طربيه هكا لديكي ديكي وزاد بالواحد اعطوا تشوفوا ديكي. علاش علاش انا نستدعى يسرى في ذهني وقت اللي بحذايا اماني سيسو اماني قالت هي الاكثر نشاطا. ليه 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 ويا يسرى زاد نشطه وناجحه جدا جدا جدا. اعطيتها لحنا خطير انت يا خالد الله عليك. ديكي ديكي انت صديقي، انت رفيق دربي. شنو الكلام؟ انيسي سقف الداري، سقف الداري سقف الداري سقف الداري ناري نسيت. لا 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 اي ايقظ جاري واشرب ايقظ جاري واشرب ماء في الإبريق. وديكي ديكي أنت صديق
التسويق هدية. الله. دونك الاكثر نشاطا امين سويس. والله الاكثر ابداعا هو هو خالد والمجموعه ما شاء الله. يعني فاجئوني يعني. اميني لولا. اميني لولا يسرى الثانيه. ليه ليه ما قلتش اميني لولا نشاطا. ليه 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 نشاطا 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 أميمة. أميمة لولا. أميمة إذا باش نحكيو في الإنتاج. أميمة أنشط مني في الإنتاج. أماني يسرى شيرين. شيرين باهي. السؤال الموالي أضعف نضعف معناتها أمام المال الحب أغنية جميلة وإلا الحزن شو اللي ضعفك؟ توا أغنية جميلة ما عادش الحب كنت قبل الحب. دونك أغنية جميلة لولا. هي هي. من بعد؟ الحب راه مش باش نخلي روحي لي انا فريمون معناتها يعني الشخص المثالي باش نقول المال، المال مهم راه ما نضعفش قدامه، المال نحب انا نصنعه. ما نضعفش قدامه كي تعرض عليا، نحب انا اللي نجيبه. نستمتع به حتى ولو قليل، لكن مجهودي انا، فهمت؟ معناتها ما نعتبروش اللي هو من ضمن الحاجات اللي نضعف قدامها، اغنية جميلة الحب هما الاثنين والحزن ممكن والمال مع بعضهم. في مصر تهبط نجمة للناس وإلا تفضل أنك تحضر مناسبات قليلة وأماني هي النجمة وتبقى في الدار ما خطر فما نوعين فما ناس اللي تحضر مناسبات عامة وفما ناس اللي تقول لك أنا لو ما عنديش الإمكانيات المادية القوية باش نهبط بمستوى اسمي ما نختار نختار على الأخر ما نحبش في كل بلاصة نتشاف نحب حاجات اللي فريمون تضيف لي فهمت يعني استدعوني في ملكة جمال إكس وإجريك وزاد من غير ما نقول في حفلات مش عارف تكريمات مش كذا نختار الحاجة اللي تناسبني أنا يعني نبدأ أنا مقتنعة بها. السؤال الموالي يجذبني في الرجل وسامته ماله مركزه وإلى طباعه. توا حاجة أخرى ونرجع نقول لك أماني توا عمرها 40 سنة زيرو. غير أماني الصغيرة. أنت 40 سنة؟ وي 40 بجدارة والحمد لله. قداش الوقت يجري ها؟ أي. في ستار أكاديمي قداش عمر؟ 20 عندنا توا 19 سنة راه يعني أنا 40 توا تحتفل ب 20 سنة ستار أكاديمي أماني؟ قريبا باش نحتفل ب 20 سنة ستار أكاديمي سي مش مازال شو كيركم كاين ولا عملناها سي ليه احتفلنا ب 20 سنة استنى برك ليه احتفلنا في الرأس العام اللي فات 20 سنة قداش تجري الدنيا؟ وي لكن القلب صغير هادي القلب صغير أمني تقول لكم أنا أربعينية ويجذبني في الرجل واحد مركزه وي المركز علاش على خاطر ثم مستوى من الثقافة وثم نتعلم منه أنا تو وليت في عمر نحب نتعلم اللي قدامي هادي يعني أنا كي نقعد معاك كنت تحسني لي نسألك برشا هادي يعني تلقاني نبربش فيك خاطر نعرفك إنسان مثقف نحب نسمع منك معناتها وليت وقتي ثمين بالنسبة لي الإنسان اللي مش باش يضيف لي في ثقافتي ولا في إحساسي بإني بنفسي وثقتي في نفسي ما عادش حاجتي بيه في حياتي دونك المركز هو الأول؟ الأول المركز بعد؟ الطبيعة طباعه فما طباعة ترفضها في الرجل المركز راهو المركز ثقافيا واجتماعيا وفهمت مش بشرط هي يكون لا ماما مش 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 بالفكر اللي هو لازم البوست يكون عالي لا مركزه هو كإنسان في المهنة اللي يداولها ولا في الحياة كيفاه دونك الطباعة معناتها المركز الطباع المال والوسام المال والوسام المال وبعد الوسام دونك اخر حاجه تعنيك الرجل الوسيم يعني جمله ما عادش يعني لي لا ما عادش نتلفت حتى ما عادش يجذب لي انتباهي رجل الوسيم بالحق ما عادش يجذب لي انتباهي ما شوف ايش نقول لك احنا يكونوا في حياتنا ديما كان نصوروا معاهم كليبات مش اجمل رجال العالم راهو نجموا نتقابلوا معاهم فهمت توصل لمرحله تولي الجمال اخر حاجه تفكر فيها راه المال اهم من الوسامه جدا جدا يلزم غني أكثر من اللي مزيان راهو كلمة غناء راهي عندها درجات راهو مانيش نحكي على الغني معناتها مليونير ولا عندي الفكر هذاك يلزم اللي نقدر نعيش في مستوى أنا تعودت عليه على الأقل أو أعلى بشوية مش معناتها لازمني نكون بلياردارة يعني شوف هذه من الأخر عمري ما حلمت في حياتي بقصر نسكنه نحلم بأبارتمون مرتاحة فيه اكزامبل فهمت نحلم بكرهبة مع عمري ما حلمت بالروز رايلز وما عرفش حتى نقول اسمها بالعمل المزار المزاراتي بون نحب الرانج اكزامبل جادور الحقيقة ما فهمت امل الاخرين اعلى يعني قصدي الرفاهية المقبولة الرفاهية اللي تريحني الرفاهية اللي تحسسني بالامان الرفاهية اللي بنتي بعدين ما تسحق لحد
ما تنسيش إذا هدية زيادة، أما مش من رجل، نرجع ونقول من مجهودي نحب. من مجهودك. جاتك بعد طلاقك عروض تزواج ولا لا؟ أكيد بالعكس، توليت أنا المستغربتهم المرأة المطلقة مطلوبة للزواج أكثر، ما فهمتش، ما نعرفش عليه الفكر هذا ولا بالحق. وهذه حاجة تفرحك ولا لا؟ أما هيش في مخي ذيك، علاش لا تفرحني لا تحزني، ما تعني ليش. وهي الحاجات هذه فيها مخ مش إحساسي تكلم. لا سيء عادي، سيء، وصلنا لمرحلة ما عادش فما الإحساس هو اللي يحكم. لا 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 لا، يزي كهو، تربينا تربينا، عشنا وشفنا وتعلمنا وخذينا الضربة الأولى وخذينا الضربة الثانية وسامحنا وعدينا وشفنا برشة في الحياة، فما عمر تولي تلوش فيها على الأمان، على السكينة، على الهدوء، على الراحة، على الطمأنينة، على أنك تكون قاعدة عايش مرتاح البال، مش عايش وانا نخمم ها حب وما حب ونغير وتليفونات، ما عادش ننجم شيء هذايا. السؤال الموالي، أنا امتداد لمدرسة واحد فيروز، اثنين اسمهان، ثلاثة أم كلثوم، أربعة وردة الجزائرية. أنا امتداد، أنا أصغر برشا من تكون امتداد، لهم راهو مدرستك أنية. ليه ما الجملة مدرستك أنية؟ أنا وليت قاعدة نعترض على كل جملة. مش امتداد، معنى أنا مدرسة، أنا مدرسة اسمهان، لولا اسمهان، بعد أم كلثوم، وردة، فيروز. غريب. برغم اللي نحب برشا فيروز، ما هو هذاك شنو اللي، لكن فيروز بالنسبة لي جديدة، تعرف معناتها مدرسة. أنا بالنسبة لي المدرسة هي المدرسة، مش احنا بدينا ابتدائي وبعدين ثانوي وبعدين. أنا عشت في المدرسة اللي هذيك اللي تحكي عليها، مليانة صغيرة نسمع اسمهان برشا وأم كلثوم برشا ووردة برشا. دخلت لستار أكاديمي، تغرمت بشكل مجنون بفيروز. نعطيني حاجة لاسمهان، ميكرو بحذاك ولا ليه؟ اسمهان اش تعطيني؟ ساعتها أنا لو تصفى لك تنسى معاها الكون كله، إيه اللي راح يبقى الموالي. يزعجني أن يقال عني واحد مظلومة، اثنين قاسية، ثلاثة مغرورة، أربعة غير اجتماعية. أوليت مظلومة، نكرهها الكلمة، وما عادش نحب نسمع أي حاجة تحسسني أنا مظلومة. ليه ما عادش نقبل أنا نكون مظلومة؟ لغ ما عادش نحب نسمعها الكلمة هذه. مظلومة هي الأولى. قاسية لا، عمري ما تقالت علي كلمة قاسية أنا. بون غير اجتماعية بتتر، مغرورة ما نحسهاش خاطر ما تقالت ليش. بون خلي مظلومة، غير اجتماعية، قاسية، مغرورة، ترتيب. قاسية الملامح معناتها ماكش بالنوع اللي تفدلك برشا. ما هيك بالعكس، أنا كي ندخل البلاصة أصلا صاحب الناس الكل، يعني بساعات يقولوا لي يزي نقص شوية. بالعكس أنا ياسر راني نحكي مع الناس الكل، نصاحب الناس دي ونحكي إعلاميا نحكي أماني. إعلاميا ديما أكل بوزي. الجدية واللي تفرض الاحترام حتى على الشخص اللي مقابلها. والله والله يا هادي، وهو تعبير على الاحترام راهو. إيه أما تعرف ماهوش مصطنع، يعني أنا فيا الزوز راهو، فيا اللي أنا اجتماعية ونحب الجو والضحك وكل شيء، وفيا زادة اللي أنا كي نطلع على من غير ما نحس الشخصية هذه تكون فيا، مانيش نتصنع فيها، يعني انا هكا بالحق. السؤال الموالي، اولويتي 2024، قرطاج وحدك، هيت عربي، الزواج، التمثيل. هيت عربي، هيت عربي الاول، هذه اللي قاعده نخدم عليه توا برشا، ان شاء الله ربي يوفقني مع شركه جديده. وقرطاج لا لا، هيت عربي، التمثيل، قرطاج، الزواج. اخر حاجه الزواج، خاطر مش موجوده راهي، مش موجوده في قاموسي الكلمه. صحيت تمسحت، تمسحت يا جماعه، تمسحت. اولويتك 24 زواج؟ ليه 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 ليه، ما فماش. علاش خليته اخر حاجه؟ التمثيل حطيته الثاني. التمثيل
قريبة شوية من مشاريع من في عندي توا قريب باش نبدا دوبلي نرجع لمصر إن شاء الله البرايف على مسرحية مسرح تمثيل تمثيلة مسرحية غنائية ولا فيها جزء صغير لا تعتبر غنائية لا تعتبر لأنه 90% منها تمثيل ومسرحية كوميدية ولا مسرحية لا مسرحية 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 أداء تمثيلي ومسرحية مش كوميديان لا وقرطاج خليته الثالث الثالث على خاطر نحب كي نطلع بالهيت العربي ونطلع بالتمثيل نحب كي نطلع فريمون عاملة الزوز نجاحات هذا مش على خاطر هو غير مهم يعني مش أولي ألويات الأهمية بالنسبة لي بالنسبة للتمثيل خلينا نقول أنه من التجارب التمثيلية الكبيرة جبران ونبيل اللي كنت خدمتها مع الرحابنة صحيح وصعبت علي راح العلاقة مع الرحابنة صعبة في هذا الوضع توا أو لا علاش أو نعرفش لأنه كنت أتمنى أنك تبقى في مدرسة الرحابنة شو شوية الله يرحمه توفى يعني منصور الرحباني هذه حاجة الإنتاجات يعني أسامة الرحباني وجه نفسه أو وجه فكره أنه هو يركز على نجمة ويخدم معها يعني نحى من 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 يعني برنامجه او خططه في المجال الفني انه هو يكون عنده تعامل في مسرحيات مع نجوم عديده كما كان قبل يعني توا مع هبه ربي وفقهم هما ثنائي رائع لا هما ابداع مع بعضهم ما ينجم يكون كان انه يضمنها البنت مميزه جدا فنانه جميله صوت رائع وهو عاد ما نحكيوش عليه هذاك هيك الموسيقار اللي اي صوت في الدنيا يتلهى بيه باش يطلع منه نجم نجوم العالم يعني اماني اول اغنيه هبطها كنت اتمنى اول اغنيه هبطها بعد الطلاق لا في بالي لا اول اغنيه هبطها لا صحيح والله انت صحيح هاي كنت باش نقول لك يا انا لا صحيح بعد الطلاق غنيتها ومثلتها بصدق كبير منين جبت الصدق هذا إحساس تجارب الحياة شو الفنان اللي غنيت لروحك؟ غنيت أكيد روحك لتجربتك أكيد كنت طبيعي. أتمنى أكيد فما حويج برشة كنت نتمناها أكيد كنت أتمنى قصة المرأة اللي نشوفوها عاشت قصة حب كبيرة برشة تعرضت للأذى من الحبيب هذا في الغناية فما مراية في الغناية لشخصيتك لحكايتك لقصتك طبيعي ما كنتش نجم نغنيها هكايا راهي الغنية اونتر بارونتيز دارت على أصوات من أهم الأصوات في العالم العربي وفي الأخير الاقتناع بالرغم من هما أصوات عظيمة زادة الاقتناع من الشركة كان بصوت أماني فقط لأنه إحساسي فيها كان قوي مش لأنه أنا أحلى صوت في العالم راه فما أصوات أقوى مني وأحسن مني لكن أنا أدائي فيها كان بالحق حسيت كل كلمة قلتها هذه شو الأذى راهو ما نجمش يكون كان من الحبيب راهو أنا عشت حاجات متالية من الأذى في حياتي في الفترة الأخيرة أعطاني هيك الإحساس فهمت مش كان من الزواج ولا من علاقتي نجم يكون فيه جانب 40% من زواجي مثلا حاجات معينة كنت نتمناها لكن فما حوايج أخرين في حياتي صارت لي وانتي تعرف أثروا على شخصية أماني راهو خليت أماني هكا راني تبدلت برشا هادي برشا حوايج فما حوايج ما نحبهمش فيا وليد فما حوايج نحس لي لا المفروض اللي انتي تعلمتهم قبل بكري شوية دونك العنف المشاكل الغدر هذا كله هو كوميون نتاع برشا حاجات صارت صحيح واللي ما نجمتش تداويهم اماني بالوقت لا اما اكبر دواء كان لي بنتي تعنيقتها بالدنيا بالحق يعني انا نقول ربي ارحمني رحمه كبيره برشا انه هدالي بنتي ربي يفضلها ويحفظها ربي يفضلها معناتها هي اللي نحسها دوية بالحق يعني مش كلام هكاك راهو بالحق نحسها دوية ما عادش سر اماني انت تعرضت للتعنيف تعرضت للاذى هذا مش من زوجي راهو باش الناس اللي ما تعرفش القصه معناتها صار معايا حادث معين للتعنيف من غير ما نرجعوا له فوالا. بعدها صارت حكايه المشاكل وطلاق واكيد صار مشاكل طبيعي فمش طلاق بدون مشاكل هذا هو انت توا فنانه تعرضت للتعنيف تعرضت للاذى تعرضت لمشاكل نفسيه هذوما الكل خليوا سيكاتريسات في في في, يعني في اللي خلاني الترتيب اللي رتبته هذيك من وراء لي سيكاتريس اللي صاروا لي قويت عليهم دويتهم عالجتهم ولا مازلت لا فما حوايج لا مازلت دليل قلبي يدق وانا نتكلم تو لا فما حوايج لا 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 هذه لا فما حوايج مازلت كي نتكلم نتوتر ايدي ترعش نتقلق فما حوايج من غير ما نحس نغنيو شنو هي الاغنيه اللي تقترحها لنا من الجديد من أغانية نغني يا أنا يا أنا جديد أماني سويسي أماني سويسي
من لعبة اللعبة، لو كنت مكان باش نحطك في وضعيات متاع فنانات، وانت لو كنت مكانهم تعمل كما عملوا هما والا لا؟ باش تبدا بالصوره اللي عملت ضجه كبيره من احتفالات السعوديه للفنانه نجاة الصغيره. لو كنت مكان نجاة الصغيره، هل تقبل تطلع بعد 20 سنه اعتزال بهذه الصوره باش تغني بلاي باك من اجل التكريم؟ شو هي محلها نورتنا فرحانين بيها وربي يعطيها العمر وكل شيء، لكن انا كنت نفضل اللي هي تبعث حد يستلم التكريم حفاظا عليها هي كإيمج متاحة اللي هي يعني تعودنا عليها بكامل ما شاء الله نشاطها وقوتها، ويعني حتى ليلة هي كي تشوف روحها هي ممكن تتقلق، أما هي نورتنا يعني أنا نحبها نموت عليها نعشقها. هل هي قوة مال اللي غيرت قناعات فنان؟ شكون قال لي هي هيك مش قناعتها؟ علاش نحكموا احنا اللي هي غيرت قناعتها؟ سألت. نجم تكون هي قناعتها انه تطلع، هي توحشت جمهورها مش المال. انت لما شفت نجاة الصغيرة في هذه الصورة وجعتك اكثر ولا حبيتها اكثر؟ الزوزة، خاطر هي فنانة قوية اللي توصل تعملها، كان ما عنديش قوتها بصراحة، يعني انا لو كان في العمر هذايا يعني عمر نجاة ما عنديش القوة، وفي حالتها الصحية ما عنديش القوة اني نطلع نلبس فستان ونطلع ونغني غنيتي بلاي باك، لا ما عنديش القوة هذه. عيون القلب نحب نسمعها عندك، ناخذ مقطع من عيون القلب. صح. لو كنت مكان الفنانة نبيها كراولي ترفض الرشق ولا لا؟ نحبها كإنسانة زيادة مش كفنانة. تحية الفنانة القديرة، وكل عام لابد أن نبيها تنورنا في استوديو هنا في حال قديمة تكون استثنائية. ترفض مبدأ الرشق ولا أنا ما بليش بيها حكاية الرشق هذه؟ أنا نبيها ترفض الرشق. أي لا أنا نكرهها، أنا سخيل صار معها حادث كما أي صار حادث، مستحيل ما نقبلش نطلع على مسرح يصير فيها كي، مستحيل. يعني حتى يعني الحفلة الأخيرة كانت في قاعة كبيرة متاع حفلات، يعني كان قبلي زاد النجوم راهو، كان قبلي وائل جسار وأسماء وإيهاب وبرشا أسماء، لكن أنا أول حاجة جاي انسيستي عليها خاطر في أوتيل أنه ما يكونش فما حد يعمل أي حركة، من مستحيل ما نقبلهاش نهبط من على المسرح. ليه عندها ألف حق، هي راقية، هي إنسانة راقية،
هذيك إهانة أنا نحسها. غيرك يسعى للرشق، يحب الرشق. لا ولا لقدر حتى حلين الحاجات يذوكم ولا حتى لا، مرفوض نهائيا. أساس هذيك في الاتفاق في أي أوتيل أو أي حاجة نعملها. صارت حاجات اللي انت خديت موقف؟ لا ما صار ليش الحمد لله، لكن وليت بريدونت خاطر فما مواقف صاروا مع غيري. ألو وليت قبل كي نمشي للأوتيلات، يعني شوف خاطر أنا هذوك يعني ما نخدمش نايتات أنا. ألو كي نخدم في أوتيل خاطر متوقع يصير الحاجة هذه نقولها، نتأكد أنه المكان هذا فيه ولا ما فيهوش. لو معارضا أنت قاعدة تغني وواحد يجي يرمي عليك فلوس، اللوم مش كان على أنه هو مستواه صراحة مش راقي يعني نهائيا اللي يعمل هكاية، اللوم الأكبر على الإدارة اللي المفروض ما تسمحش أنه أي حد يقرب للمكان إلا بش لا يعبر على حبه بكلمة بوردة على راسي نحطها هون ونغني بها. لا لا أنا ياسر نتفاعل مع الناس، راه نحكي ونفدلك ونوقف الموسيقى ونحكي معاهم وشنو تحبوا لا ياسر على الاخر، اما بحدود الاحترام خاطر هذيك عدم احترام وتقدير لشخصي انا كانسانه مش كفنانه. راه حكينا على نبيها كراولي، شنو غني ولها؟ شنو غني ولها؟ شفتك مره انا نحبها هي مثلا، نحب لها كل اغانيها. انا ايش قلت لك؟ نبيها مميزه. لو كنت مكان بسمة بوسيل تتزوج من الوسط الفني ولا لا؟ اي علاش لا، اذا حبيت اقبل طوله. انت ما عندكش مشكل انه زوجك يكون فنان مشهور ويمكن حتى مشهور اكثر منك؟ علاش لا، اذا حبيت. ما نرجع نقول لك اذا حبيت، يعني هما راهم عرفوا بعضهم في شبابهم وما صغيرات وكتاكيت عصافير الحب وحبوا بعضهم. لو ما فماش عقل برشا في الوقت هذاك. لو يطلب منك مثلا اعتزال الفن؟ لا من استحاله، راه استحالة من أسباب يعني بعض المشاكل، مش طلب اعتزال الفن من طليقي، لكن تنقنيك شوية يعني على الخدمة، يعني ما نجمش امبوسيبل. مش راهو مش الفن بالنسبة لي مش فلوس، والدليل اللي أنا ساعات نصرف أكثر من مدخولي، يعني أنا نصرف على أعمالي أكثر من مدخولي، لكن أنا نحبه هادي ما نجمش نحب الفن. بنتك لو تحب تكون فنانة؟ لا لا ما نجمش، بريفير لا خاطر يصير صعيب، أما ما نجمش نفرض عليها، لكن أنا نفضل اللي بنتي تكون عندها حياة فيها أمان. أنا الفن اللي نرفضه فيه عدم الإحساس بالأمان، خاطر اليوم أنت في مكانة معينة وتخدم غدوة صارت ظروف إن شاء الله حتى كورونا إكزامبل تأثر على الناس الكل على الفن، أول حاجة صارت مشاكل حرب ولا حاجة أول حاجة تقف فيها الفن، صار أي 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 حاجة تصير أول حاجة المطلوب اللي هي تقف الفن. ألوغ مش حياة أمان بالكل. يعني لو كنت مكان أمل حجازي ممكن تعتزل وتلبس الحجاب؟ الحجاب يا ربي يهديني، علاش ليه لا من يعني نحب يعني حاجة الكل يتمناها، لكن في وقتها وقت اللي نحس اللي أنا سيء هذا هو الوقت اللي أنا مقتنع ممكن غدوة راه entre parenthèses مش معناتها من بعد راه هو يعني اللي أنا يعني كي باش نعمل الخطوة هذه ما يكونش في داخلي ولو تردد 1% أو يعني الإحساس اللي هو الفن مازال محبته كبيرة برشا، يعني مش أكبر من ربي، مش ما نبداوش تعليقات متاع لا، لكن هذيك حاجة مني من شخصيتي الفن. ولا بينك وما بين روحك ولا سامحني هادي روفنا فنانين توا يغنيوا وهم متحجبين عادي، لكن يغنيوا بالتزام. أنا طول عمري ملتزمة في لبستي، ما عنديش منيش مبالغ فيه، لكن النهار اللي باش نتحجب ممكن راني نكمل نغني، أما نغني شكل معين آخر علاش لا. تحب تغني الأمل حجازي ولا تحب أمولة 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 زمان عندها؟ الله أي الله عليكم الله يعطيك الصحة. مين عايشك عايشك. لو كنت مكان شيرين بعد تجربة حب فاشلة ممكن أنك تغير لوكك بشكل غريب عجيب، تحلق على الزيرو، ما عندك كيما لا ما عنديش الجرأة هذيك. لا مش لهد، أنا ما نحزن على حد بالشكل هذا، ربي كان القدر هو الوفاة هي اللي تحزن، أما أنه حد يعني يصير مشاكل بينه وبينه ونطلقه ولا حبيب سيبته ما نحزنش عليه بالشكل هذا، يعني أنه هذايا حزن جرحها وكسرها وخلاها كلنا نجرحه، لكن كسر فيها حتى ثقتها في روحها، كسر فيها حتى أنه مش نجمة تغزر روحها جميلة، لكن كل مرأة من حقها تغزر روحها جميلة، ممكن تعمل تغيير لكن للأجمل. يعني أنا أقول شيرين اللي تخبل يعني محلاها ما شاء الله عليها، ما فماش علاش أنا نشوه روحي على خطر أي رجل في الدنيا. ممكن نعمل هذية دعم لأطفال مرضى السرطان لكذلك فكرة معينة، لكن نعملها لأني حزينة على فراق حد لا. اشتغلني لشيرين ايلي
رسالة راهو رسالة رسالة وغنيتها رسالة خاطر بالحق حبة ترجع شيرين هذيك. لو كنت مكان نجوى كرم ممكن تتزوج من غير دينك؟ لا لا دين لا ما لعبش فيه. ليه دين لا لو حبيت حب صبابة في شخص لا لكن نجوى كرم مسيحية أظن صح؟ وتزوجت مسلم إيه عادي عادي هي مسيحية لكن أنا مسلمة باش نتزوج مسيحي لا مستحيل خط أحمر ذيك خط أحمر مع احترامي لكل اللي عملوا هكا لكن أنا بالنسبة لي خط أحمر فما تونسيات تزوجوا بمسيحيين مشاهير هذوكم هما قناعتهم مقتنعين وعندهم فكر معين لكن أنا بالنسبة لي فما قواعد معينة تحطت في الإسلام أنا نحاول أني نمشي بقدر المستطاع أنا مانيش يعني إيديال أو حد مثالي فهمت ما ندعيش المثالية لكن قدر المستطاع نبعد على الحاجة اللي النجم نبعد يعني من معاصي يعني أو من محرمات لو اليوم تغني لنجوى كرم اش تختار لها؟ آه برشا برشا أما ممكن نقوله عم يرجف أي وين هزيت وأنا ما في والله هلا 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 على الجو محلاه الأغاني هذيك القديمة لو كنت مكان روبي تعمل الأغاني الخفيفة والكليبات الجريئة ولا لا؟ ليه بيان سو خاطر هيك مساحة صوت روبي وين تنجم تكون؟ وكليبات جريئة هي إذا هي جريئة أصلاً إنه دخلت الفن مع احترامي يعني هي جريئة إنه دخلت الفن طالما عندها مساحة صوت هكا لازم تزيد إضافات أخرى شوية بهارات قال المصري شوية بهارات فلفل أكحل على شوية فلفل حاجة هكا تزين باش يشعرك إنه أنت صوتك قوي وكبير ومساحات ونجاحي أقل ونجاحك أقل يعني من روبي لك أنا لا علاش باش يزعجني هذيك نوعية ستيل معين في حفلاتها في أغانيها بئس هذا الزمن اللي روبي أهم من أماني ما يعيشك يا ربي عايشك بئس هذا الزمن يعيشك ربي يوفق الجميع كاو إن شاء الله إن شاء الله رو إيش أقول ما تعرفش هي غنية تغير حياة الفنان لكن أهم حاجة وقت اللي باش يرجعوا لقديمي هادي ديما نقول حاجة ما عنديش حاجة ماهيش في المستوى كي تسمع أغنية الكل أنا في انتظاري هي ترى وأنا متوقعتها قريب ومتفائلة بها جدا وممكن تكون في 2024 إن شاء الله الهيت اللي ممكن ترجع الناس القديمي الكل يعني أماني معروفة وأماني محبوبة لكن أماني مستحقين شوية شوفها في أغاني توا متاع العصر والجديدة واللي يجيب حفلات واللي علاش ليه ممكن قريب أعطينا روبي بيه روبي مفاجأة الموسم أماني مش تغني روبي روبي مش نعملها هذيك هكا ولا ليه ما هو لازم الخميلة الحاجات البهارات اللي حكينا عليهم كيفية من غير أماني سويسي يعطيك الصحة عايشك يا ربي محلاها السهرة معاك عايشك يا غالي خلي لي كلمة الختام يعيشك هادي أول حاجة نحب نشكرك أنت يعيشك ونشكر الحلقة الكلاس والراقية واللي كل يوم نورتنا أنت إضافة كبيرة بالنسبة لي وجودي معاكم في فكرة سامي الفهري إضافة كبيرة بالحق ربي يزيدك توفيق يعيشك وأنت يزيدك نجاح نحب زيدا نشكر الفرقة الموسيقية أستاذ خالد يعطيكم الصحة والفرقة الكل أبدعتوا والجمهور الجميل محليكم يا عمبوزينكم والإكيب الكل تعرف بالحق إكيب من أروع ما يكون الكل محليكم ونحب نشكر الناس اللي كانت يعني مهتمة باللوك جديد تنجم تقول لي شعر قصير يعيشك منور أنت اللي منور الدنيا فما السيفي فارس نحب نشكره على الإكستنشن كولور خاطر ما عادش نحب نصبغ على لوك عملت فكرة كيما هكا ميرسي محمد البرقاوي وشيما البرقاوي شعر ومكياج ميرسي فاتن عموري دوافر وكها وذي أوتفت متاعي أنا شكرا 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 نجمتنا أماني سويسي كل نجاح كل توفيق عايش كمان ربي خليك